الأوضاع في محافظة البصرة بعد غرق شوارعها بمياه الأمطار وتحولها لمستنقعات مائية، ينضم معنا مراسلنا من البصرة زميل أحمد علي. أهلا بك أحمد. أحمد، ما الذي يحصل في البصرة؟ أهلا بك وأهلا بكل مشاهدينا الكرام. رانيا، طبعا البصرة غرقت، يعني وهي كان في سنة أو سنتين اللي مضت هي نفس السيول تسقط على محافظة البصرة، بالتالي هناك إعمار، لكن الإعمار فقط ببعض المناطق اللي موجودة بمحافظة البصرة. مركز البصرة تحديدا منطقة الجزائر الكل يعرفها، ومنطقة العباسية ومنطقة الساعي وكثير من المناطق القريبة على السنتر، هذه المناطق أغمرتها المياه بالكامل، حتى البعض أنه دخلت لمنازلهم. المواطنين ما زالوا يعانون حقيقة، يعني في كثير من المناطق من محافظة البصرة حتى في المناطق القريبة من مركز المحافظة هذه المشاكل مستمرة، ولا أعتقد أنه هناك يكون حل كما ذكر سنان معاون مدير مجاري البصرة اليوم، كانوا أنا ضيف أيضا صباحا، أنه المشاريع ممكن أنه تكون بعد سنتين ثلاثة أربعة، ما معروف أنه شو وقت تنفذ. بالتالي المواطن عليه أن ينتظر، المواطن عليه أن يتحمل، ويعني يستأجرون هذه الحوضيات لسحب المياه من شوارعهم. طيب أيضا أحمد، هل تستطيع المجاري أن تذكر ما عاد الإمكانية من ناحية هل تستطيع أن تذكر لي يعني مديرية المجاري ما عدا الإمكانية في كل عام؟ إذا كنت تسمعني الآن، نعم، أود أن أسألك إنه ما هي المناطق في البصرة المتضررة هذه من جهة، وما هي الأسباب؟ يعني هل هي فقط البنى التحتية هي السبب؟ نعم رانيا، هي ليس البنى التحتية فقط المتضررة، المناطق كثيرة حقيقة، يعني لربما المناطق القريبة أيضا من مركز المحافظة وحتى في الأقضية والنواحي، مثلا مناطق الدير، مناطق الهارثة، مناطق القرنة، شمال البصرة، مناطق أبو الخصيب، الحي العسكري في جنوب البصرة، أيضا مناطق السيبة وكثير من المناطق القريبة من عدها، الفاو أيضا في كل موسم أمطار هي تتعرض إلى الغرق. هذه حقيقة، هذه مشاكل متراكمة، يعني صار لها أكثر من 19 سنة، سنة الجاية يصير البصرة 20 سنة أنه هي على نفس العمل، نفس المشاكل اللي تمر بها. المحافظة تحتاج إلى مشاريع ضخمة لإنشاء شبكات مجاري، باعتبار أنه شبكات المجاري اليوم اللي موجودة بها شبكات متهالكة أنشئت منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهذه الشبكات لا تسع المحافظة وحجم سكانها اليوم اللي هو بحسب الإحصائيات الأخيرة تجاوز 4 مليون نسمة. أيضا لا ننسى موضوع شبكات المجاري لقدمها، يعني تلجأ بعض الدوائر أنه تلقي والمنازل تلقي بمجاريها شبكات الصرف الصحي بأنهر البصرة، من مادة إلى خراب هذه الأنهر أيضا. وكل هذه المشاكل وربط الشبكات مع الأنهر لم تغير شيئا من حال البصرة، فالبصرة مستمرة بغرقها، وحقيقة شوارعها يعني بيوم الأمطار يعني عجيبة، حتى مثل ما شاهدتوا أنه هذه الفيديوهات اللي انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي اللي هي بالبلم وغير البلم واللي خليلة في اللينة ويعبر بها، بالتالي هذه رسالة إلى الحكومة المحلية. البصرة تحولت إلى بندقية أحمد، هل تم سحب هذه المياه أم لا زال المواطنين يسبحون بالقوارب؟ والله احتمال يعني بعد فترة من الزمن، يعني انه الناس تبيع سياراتها وتشتري زوارق وتجري بالشوارع في حال بقى انه هذه المياه تملي الشوارع، شوارع لا زالت مستمرة بغرقها، والمجاري مديرية المجاري تسعى لحل هذه المشاكل. كل الحلول هي حلول آنية، ماكو حلول انه حلول تنهي هذه الأزمة، الحلول هو أنه فك الاختناقات بشبكات الصرف الصحي عن طريق الحوضيات اللي موجودة وتسليكها لأكثر. كان في السابق أيضا 500 مليون تخصص إلى مديرية المجاري من قبل الحكومة المحلية لحل المشاكل اللي هي أصلا وقود لسيارات مديرية المجاري، تأجير حوضيات، وكثير من المواضيع الحقيقة اللي تحتاج هذه الدائرة اللي لديها كوادر لكن
تفتقر إلى الآليات وتفتقر إلى المشاريع الحقيقية اللي ممكن تنهض بواقع البصرة. طيب أحمد، المواطنين في البصرة كيف يفسرون ما حدث، خصوصا أن الحكومة المحلية تتحدث عن مشاريع خدمية كبيرة، وأيضا يتحدثون أيضا عن أن البصرة من الممكن أن تضاهي دول الخليج؟ والله يا زميلتي العزيزة، هي الكلام يقال لكن على أرض الواقع غير حقيقي. كثير من المناطق اللي هي في محافظة البصرة اليوم يعني أبسط مقومات العيش تفتقر إليها. يعني لا تتصورون أنه مركز المحافظة اليوم بشوارع منطقة القبلة، منطقة ياسين خريبط، شط العرب، بعض المناطق أبو الخصيب، للأمانة يعني بعض المناطق تم إكسائها وإضافة بعض الخدمات لها، لكن كثير من المناطق والأقضية النواحي هي تعاني أبسط مقومات العيش. يعني مثلا بعض المناطق ما شايفين التبليط أصلا، يعني أرض يعني تراب منذ سنين، يعني ما تم حل هذا الموضوع، وتجي شركات متلكئة في محافظة البصرة تشتغل وتأخذ مشاريع وبالتالي تنهزم ويبقى المواطن هو المتضرر الوحيد. أحمد علي مراسلنا من البصرة، شكرا لك على هذه المعلومات.